فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد أراد الله سبحانه أن يمتحن هذه الأمة ليظهر الفرق بينها وبين الأمم السابقة في هذا المضمار وغيره. نعم. فالله جل وعلا أنزل عليهم هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعند ذلك خاف الصحابة من هذه الآية، لأن الله أخبر أنه يحاسبهم بما في صدورهم وما في قلوبهم، فشق ذلك عليهم شقة شديدة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، لأنهم أمة يريدون العمل. فهم لو عملوا بهذه الآية لشقت عليهم، لأنه قل من يسلم من الهواجس وقل من يسلم من الخطأ والنسيان، والله أخبر أنه سيحاسبهم على ذلك، فشق ذلك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وقال: عليكم بالسمع والطاعة ولا تكونوا كالذين من قبلكم فيما يقابلون به أمر الله سبحانه وتعالى، عليكم بالسمع والطاعة والامتثال والصبر. فعند ذلك اقتنعوا وقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فعند ذلك نسخ الله الحمد لله هذه الآية وخفف عن عباده لما ظهرت طاعتهم وامتثالهم وانقيادهم خلاف الأمم الذين من قبلهم. فالله جل وعلا نسخ الآية بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى عند كل دعاء: نعم نعم، ثم قال: قد أجبت. فعند ذلك خفف الله عن هذه الأمة ونسخ عنها الآثار والأغلال واستجاب هذا الدعاء، وهذا إنما هو ببركة الامتثال والسمع والطاعة وعدم مشابهة أهل الكتاب في تلكؤهم عند أوامر الله. والحاصل من هذا أننا نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب بالتوقف عند أوامر الله وكثرة الأسئلة والاستسكالات، وأن الواجب علينا المبادرة والسمع والطاعة، وأن ذلك يفضي إلى يسر بإذن الله عز وجل.